تدرون الهرب او النبته اللي موجوده في لعبه ريزنت ايفل 7 اللي يعتبر اخر جزء ريزنت ايفل كانت اصلا موجوده من اول جزء ريزنت ايفل؟ هذا كان مثال على برنامج جديد قديم جديد، وفكرته ان راح نذكر لكم ايقونات كانت موجوده من الجزء الاول في لعبه معينه واستمرت حتى الجزء الاخير في نفس اللعبه. وحلقتنا اليوم راح نتكلم عن ريزنت ايفل، والحين خلونا نبدا. حفظ اللعبه في لعبه ريزنت ايفل 1، عشان تحفظ اللعبة كنت تحتاج إلى إنكريبن أو الحبر، وبعدين تروح غرفة الحفظ وتلقى هناك آلة كاتبة اللي هي التايب رايتر، تستخدم الحبر وتحفظ لعبتك. في ريزنت ايفل 7 استخدموا نفس الفكرة لكن طوروها للأحدث، بدال الإنكريبن تستخدم كاسيت، وبدال التايب رايتر راح تستخدم مسجل، بحيث أنك تحط الشريط في المسجل وتحفظ لعبتك. صندوق الأدوات، صندوق الأدوات يعتبر من أهم الأشياء في ألعاب Resident Evil، لأن أدواتك اللي تحطها عندك في الشنطة راح تكون محدودة والمكان يكون جدا محدود لها، عشان كذا تحتاج صندوق الأدوات اللي يكون موجود في كل غرفة حفظ، وهذا الصندوق وظيفته أنك تحط فيه أغراضك الزيادة وبعدين ترجع له تأخذها أي وقت ثاني. وفي الجزء السابع أيضا شكله كصندوق وتلقاه في مكان غرفة الحفظ، راح تقدر تفتحها وتاخذ غراضك، نفس الفكرة، فكانوا كلهم نفس الشيء. غرفة الأمان، أحسن إحساس يجيك لما تكون تلعب Resident Evil أنك تدخل غرفة الأمان لثلاث أسباب. السبب الأول أن كل غرفة أمان في أي لعبة Resident Evil لها موسيقى خاصة فيها، والموسيقى هذه دائما تكون موسيقى هادية وتريح أعصابك، لأن اللعبة توتر بعد ما تهاوش مع الزومبيز تحتاج أنك ترتاح أعصابك. والسبب الثاني ان كل غرفة امان فيها طريقة حفظ، يا تايب رايتر يا كاسيت تيب زي ما شفتوا، او خلينا نقول الريكوردر، وعشان كذا تقدر تحفظ لعبتك وتضمن انك لو مت تقدر ترجع من هنا وتكمل لعبك. والسبب الثالث او الاخير راح يكون في صندوق الادوات في كل غرفة امان، وايضا راح يكون في يا ادوية يا رصاص يا هيربس، اشياء تساعدك في كل غرفة امان. وطبعا من الجزء الاول الى الجزء السابع غرفة الامان ما تغيرت فكرتها، فيها كل الاشياء اللي ذكرتها. لوكبيك، أداة اللوكبيت أو تفتح الأقفال هي جدا من الأدوات اللي تكون أيقونة في ألعاب ريزنت إيفل. ليش؟ لأن الجزء الأول لما بدأ كنت تلعب يا تختار كريس أو تختار جل. لما تختار كريس راح يكون عندك أدوات أقل تقدر تحطها عندك في الشنطة، وأيضا ما راح يكون عندك لوكبيك. أما لو بديت في جل راح يكون عندك اللوكبيك من بداية اللعبة، وغير كذا يكون عندك أماكن أكثر تحط فيها أدواتك، فكان يقدر يعطيك خلينا نقول الايزي مود، والكريس يكون الهارد مود. واحيانا كثيره تحتاج انك تدور على لوكبيك، مثلا في ريزنت ايفل 7 تحتاج انك تدخل على الشريط اللي تشغله اللي يرجعك الماضي، وهناك بتلقى اللوكبيك بيكون في المطبخ مخبى. الهربس، الهربس او النبته يعتبر اكثر حاجه ايقونيه في اي لعبه ريزنت ايفل، لدرجه انك بس لو تشوف شكل هرب في اي مكان بتقول اوه هذا من ريزنت ايفل، لان الهرب هو اللي يسعفك في اللعبة. ومو بس كذا، في حاجة جدا ممتازة، في ثلاث أنواع هرب، هرب أخضر، هرب أزرق، هرب أحمر. لما تخلطهم مع بعض راح يعطيك نتائج فعالة، تخلط الأحمر مع الأخضر يعطيك الهرب الأخضر القوي، تخلط الأزرق مع الأخضر يعطيك الهرب اللي يفك السم. في Resident Evil 7 الهرب موجود، لكن تغير في حاجة، أنك لما تخلطه راح تصنع لك دواء، الدواء هذا تصب على يدك كأنه ديتول، وبحيث انه يقدر يعالج يدك بطريقة غريبة صراحة. الشوتجن الغير حقيقي، سلاح الشوتجن يعتبر من اقوى الاسلحة الموجودة في العاب Resident Evil، وبيريحك من الزومبيز والليكرز وكل شيء يزعجك في اللعبة، لكن عشان تاخذه لازم تسوي او خلينا نقول تحل لغز معين، وعشان تحل هذا اللغز تحتاج الى الشوتجن الغير حقيقي. في الجزء الأول راح تلقى شوتجن غير حقيقي، وتروح مكان وتلقى فيه شوتجن حقيقي، لكن لما تاخذ شوتجن حقيقي راح يصير فيه فخ، وهذا الفخ يقتلك. على أساس الفخ توقفه أنك المفروض تبدل بين الشوتجن الحقيقي والشوتجن غير حقيقي. في Resident Evil 7 صار نفس الشيء، في مكان معين تلقى فيه شوتجن حقيقي، عشان تاخذه لازم تروح تدور على شوتجن غير حقيقي، بعدين تجي تاخذ غير حقيقي وتبدله مع الحقيقي وتاخذ الحقيقي وتحط غير حقيقي. لخبطه انا عارف، بس هذا الموضوع، فمعناته ان الموضوع ذا متشابه كل تفاصيله. قائمه الايتيمز، قائمه الايتيمز او الادوات في العاب Resident Evil تعتبر من اهم قائمه في اللعبه، وراح تدخلها كثير. ليش؟ لانها تتعبى بسرعه، وطبعا القائمه هذه في بعض الأجزاء تقدر توسعها، مثلا في الجزء الأول كانت زي ما قلت لكم جيل كانت عندها قائمة أكبر من قائمة حقت كريس،
لكن في الجزء السابع قائمتك راح تكون محدودة في البداية، لكن لما تمشي في اللعبة تتقدم راح تلقى ايتمز او نقول ادوات توسع لك الشنطة حقتك بحيث تقدر توزعها بشكل كبير. عداد الصحة. عداد الصحة في العاب ريزنت ايفل يعتبر ايضا من الحاجات الايقونية، بحيث اذا شفت الحين في اي مكان حتى تروح مستشفى بتقول اوه ريزنت ايفل. ليش؟ لان هذا بدأ من الجزء الاول. الجزء الاول كان لما تدخل على قائمة الادوات راح تلقى عداد الصحة تحت بالزاوية اليسرى يمشي كنبضات القلب، يكون لونه اخضر اذا صحتك ممتازة، يكون لونه اصفر اذا صحتك مش ولا بد، يكون لونه احمر اذا صحتك خلاص قربت تموت. وطبعا هذا يعلمك متى تستخدم الهرب. في ريزنت ايفل 7 استخدم نفس الشيء لكن بطابع جديد، بحيث خلط عداد الصح حقك يكون بالساعة، لما تضغط القائمة راح يمسك الساعة حقه ويقربها لك وتشوف عداد الصحة قدامك يمشي. حاب أضيف معلومة شخصية، أن نسخة دريم كاست كود فيرونيكا لما كنت ألعبها كان يعجبني فكرة عداد الصحة لأنه يطلع لك في الميموري كارد نفسه اللي ينشبك في يد الدريم كاست، وهذا الشيء يخليك وانت قاعد تلعب تشوف عداد الصحة عندك دائما. صراحة جدا هذه الفكرة عجبتني وفادتني كثير في اللعبة. تفقد الأدوات أو examine items. في العاب ريزنت ايفل راح تلقى ايتمز كثيرة منوعة واشياء غريبة، خاصة لما تكون صندوق. لما تكون صندوق تقدر تلفلفه وتشوف اللي فيه، لكن ما راح تستفيد الا اذا فتحته، وعشان تفتحه لازم تدخل على القائمة وتشوفه ويطلع لك قائمة ثانية بحيث انك تدور الايتم وتدوره وتلقى زر تضغطه ويفتح لك الصندوق. هذا ايضا جاء موجود في ريزنت ايفل 7 وجابوا نفس الفكرة وكانت تستخدمه حق تحل الغاز. السكين. السكين يعتبر من الأشياء الأيقونية أيضاً في ألعاب ريزنت إيفل. ليش؟ لأن السكين هذا كان يخلي المحترفين يقدرون يلعبون بطريقة أحسن، بحيث صار في تحديات كثيرة من الجزء الأول أنك تخلص اللعبة كلها فقط باستخدام السكين. مو بس كذا، أنا شخصياً كنت أستخدم السكين لما يجون الزومبيز العادية بحيث أني أضربهم تحت برجلهم، ولما يطيحون أكمل عليهم بالسكين لما يموتون عساس ما أخص الرصاص، لأن الرصاص جداً مهم بالألعاب ريزنت إيفل، فتستخدمه للوحوش الأقوى من الزومبيز العادية. وفي ريزنت ايفل 7 كان في استخدام اضافي للسكين بحيث انه يفك لك اشياء كثيره، يفك لك صندوق يكون عليه زي اللصقه مثلا، صندوق حق كهرباء تشقه وتقدر تفتحه وتستخدم الصندوق هذا. الفيروس. الفيروس يعتبر اساس البلا في كل العاب ريزنت ايفل، لانه هو السبب اللي حول الناس الى زومبيز، وهو ايضا اللي يخليك تتهاوش مع بوسز عنكبوت عملاق والاشياء هذه كلهم تاثروا من الفيروسات او خلينا نقول الاشياء الجينيه البيولوجيه. وفي الجزء السابع الامر تغير شوي، هو ما كان فيروس فيروس لكنه كان حاجه ثانيه، مولد او فطريات، وفكرتها انها كانت تتحكم بعقل الانسان وتحوله لحاجه شبه زومبي. يعني كابكم حاولوا يغيرون الفكره لكنها تظل نفسها، فيروس يهجم ويحولهم الى زومبيز وايضا يحول الى وحوش، فنفس الفكره، مو اسمه فيروس اسمه مولد لكنه في النهايه نفس الفكره. وهذه كانت حلقتنا القديم جديد، عطونا رايكم فيها في الكومنتس تحت، وايضا ادعمونا باللايك واشتركوا بالقناة، وجد عطونا يعني لايكات كثيرة عشان نعرف انكم تبون هذه السلسلة، بحيث ان راح نسوي لكم حلقات اكثر، لان هذه السلسلة تاخذ وقت وشغل كثير على الاعداد، وعشان كذا اذا انتم ما عطتونا لايكات كثيرة ما راح نقدر نكمل لكم اياها ونعرف انكم ما تبونها. يعطيكم العافية في المتابعة، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.